الاشعه اليود المشع اي 131 العلاجيه الخاصه بمرض السمام وسرطان الغده الترقيه. هذا المختبر الحال يحتوي على جدران مرصصه من ماده الرصاص وحتى الزجاج مرصص. هذا كله مختبر حال يسمى. هذا لاعطاء كبسوله اليود المشع، وبعدها يخرج الكبسوله، سوف تكون الكبسوله هنا. بعدها يتم مشاهده المريض واعطاء التعليمات عبر الزجاج المرصص ويبلع الكبسوله، بعدها ياخذ قدح من الماء. أهمية هذه الكبسولة تتضمن أنه معالجة مرضى الغدة الدرقية، انسمام وسرطانات الغدة الدرقية، وهذه الغدة مهمة جدا في الجسم، وأدنى خربطة في هذه الغدة زيادة ونقصان يؤثر على الجسم ككل. أما فترة الانقطاع فكانت 10 سنوات منذ 2014 إلى الآن، قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى والطيبين من مسؤولي هذه المدينة وكذلك بعض النواب اللي تحركوا معنا من أجل استحصالها من وزارة الصحة ومن كيماديا. وهذه الكبسولة مهمة جدا جدا لأنها كبسولة إشعاعية ضرورية جدا، وهي بها محاذير وأشياء وقائية يجب تجنبها. فلهذا أخذنا التراخيص اللازمة من الهيئة العليا للسيطرة على المصادر المشعة وكذلك من كل الموافقات الأمنية التي حصلناها. المرضى اللي خاصين بهذه الكبسولة هو مرضى انسمام وسرطانات الغدة الدرقية. هذه الكبسولة هسه في المرحلة الأولى قدرنا أن نجيب الدوزات القليلة نظرا أن نحن في الموقع البديل، إن شاء الله مستقبلا راح نجيب الدوزات الأعلى، وبدأ المرضى يتوافدون عند سماعهم بأنه وصلت هذه الكبسولة إلى مستشفانا. طبعا هاي تصل تباعا ولها عمر نصف، يعني لازم تأخذ في موعدها، بعد الموعد هذا يبدأ الاكسباير مالها ينتهي في ايام معدوده. فبها محاذير وعندنا مخزن المواد المشعه وكذلك عندنا مختبر حار لاعطاء الكبسوله، ويتم كذلك مراجعه مع المريض ومع الاطباء في كيفيه اعطائها وكذلك تسليمها والخروج خارج المستشفى. احنا بعد ما طلبنا من وزاره الصحه اعداد كافيه لمرضانا ان شاء الله من ضمن الاحتياج الطارئ لسنه 2024، نحن عندنا احتياج آخر بال 2025 وال 2026 لأن هي تطلب يجب أن تطلب قبل سنة إلى سنة ونص، لأن هذه كبسولة استيرادية تستورد من خارج العراق وليس تصنع داخل العراق وتأتي من المطار وتأتينا فورا إلى مستشفانا. المصاب كم كبسولة يحتاج؟ المصاب حسب تقدير الحاجة، لأنه هي جرعة بها جرعات 5 و10 و20 و30 و50 و100 ملي كيوري، فيتم تحديدها من قبل الطبيب المختص. العلبة كم كبسولة؟ كل علبة بها كبسولة واحدة فقط، علبة كاملة مرصصة ثقيلة لكي لا يطلع الإشعاع أو يخرج من خلالها، هي تحتوي على كبسولة فقط، يعني كل هذه كبسولة والكبسولة صغيرة جدا بحجم حبة الحمص. والحمد لله بعد أن كلفني مدير المستشفى الدكتور عبد القادر بملف الإشعاع، الحمد لله أنا وفريق عملي قدرنا بإذن الله تعالى أن نجلب الكبسولة، وكانت أول الوجبات البارحة وأوت البارحة، وإن شاء الله الوجبة الجاية بعد أسبوعين وراح تتابع إن شاء الله الكبسولات لكل مرضانا الأعزاء في محافظة نينوى.